السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه تازيه 100%. هذه وصفه ديال ماما الله يخليها لي. هذه الوصفه سميتها كباب مخضور. هادو قطيبات ديال اللحم، هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه كيطيبوا في الطاجين. كنسميوهم حنايا في تازة الكباب المخضور. قبل ما كنديروهم في الطاجين كنشرملوهم، من الاحسن تكونوا مشرملينهم نيله قبل، واللي ما عندهاش الوقت تشرملوهم هي في الصباح على ما تجي دير الطاجين ديالها. بالنسبه للشرموله ديال القطيبات ديالنا، غادي نحتاجوا القليل من الابزار، ثومه النعناع، وبصيله محكوكه. القليل ديال الثومة، النعناع، المعدنوس، وشوية ديال المليحة، شوية تاع زويته بلدية. نحركوا الخليط مزيان باش كيتجانس وكيدخل فيه داك وغادي نخليوه حتى نبغيو نطيبوه عاد نديروه في الطواجن ديالنا. ندوزو لطريقة التحضير. غادي نديرو داك التويمة ديالنا، درت غير شوية حيت ديجا راني مشرملاه بالتومة. نديرو المعدنوس ديالنا، وغادي نديرو البصيلة اللي حكينا، غادي نديرو القليل من زيت الزيتون، غادي نحركو هاد البصيلة مع هاد المعدنوس مع التويمة مع هاد الزويته، وغادي نضيفو اللحمة ديالنا. من بعد ما درنا اللحمة ديالنا غادي نديرو كاس د الماء سخون. من بعد ما ضفنا كاس ديال الماء سخون غادي نغطيوه باش يطيب. دو معلقة ديال السمن، هو الشكل النهائي ديال الطواجين ديالي. وبالصحة والراحة.